صوت العرب من القاهرة يقدم تليفون وميكروفون وربعمائة مليون. الإعداد والتقديم عبد الرحمن البسيوني. الهندسة الإذاعية داليا مكاوي. تليفون وميكروفون. الإخراج هاني فؤاد. أهلا بحضراتكم إلى هذه الحلقة من تليفون وميكروفون 400 مليون على موجاتنا، موجات صوت العرب من القاهرة. نعود مرة أخرى لمتابعة هذه الحلقة من تليفون وميكروفون 400 مليون على موجاتنا، موجات صوت العرب من القاهرة. وهذه الحلقة حلقة خاصة جدا عن التراث العربي. هذه الحلقة تتحدث عن التراث العربي بكل مكوناته وبكل أشكاله، سواء كان التراث المادي أو اللامادي. كيف يمكن أن نحافظ عليه؟ هل هذا التراث والحفاظ عليه مسؤولية الحكومات فقط، ولا مسؤولية الحكومات والمؤسسات، ولا أيضا الأفراد لهم مسؤولية كبيرة في الحفاظ على هذا التراث؟ نتعرف على الجهود التي تقوم بها مؤسسات عديدة، منها مؤسسة تراثنا، وهي مؤسسة مقرها الجزائر ومعنية بحفظ وتوثيق والحفاظ على التراث العربي في كل مكان. ضيوفنا متنوعون، ما بين الجمعيات والمنظمات المجتمع المدني، وما بين الإعلام أيضا ودوره المهم في الحفاظ على التراث والهوية العربية. مباشرة نتوجه إلى ضيوفنا في الاستوديو، الأستاذ شهاب قواسمي، وهو الفنان التشكيلي المهتم بتوثيق التراث المقدسي وعضو مؤسسة تراثنا ومقرها بالجزائر. ضيوفنا أيضا في الاستوديو الأستاذ طارق عبد الحميد نازل، العميد السابق لكلية الدراسات العليا للبردي وأستاذ الترميم بجامعة عين شمس. أهلا بك دكتور. أهلا بك أستاذ شهاب. معنا أيضا الدكتور عفاف بدران، وهي مؤسس مركز درب اللبانة للتصميم والعمارة والثقافة والفنون. أيضا معنا الكاتب الصحفي الأستاذ محمود التميمي، وهو صحفي مهتم بالتراث وأيضا هو مؤسس مبادرة القاهرة عنواننا، صحيح؟ أهلا القاهرة بك. عنواني القاهرة هي عنواننا جميعا. أهلا بحضرتك، أهلا بكم. ويعني أضيف أن ضيوفنا أيضا هم أعضاء في هيئة خبراء التراث بالعالم العربي في مؤسسة تراثنا. أهلا بحضراتكم. اسمحوا لي البداية تكون عند الأستاذ شهاب عشان يعرفنا في البداية عن المؤسسة ودورها ونشاطها وكيف أنها مهتمة بالتوثيق في العالم العربي. أول شيء شكرا على الاستضافة، بارك الله فيكم. مؤسسة تراثنا هي مؤسسة لكل العرب، مهتمة بتوثيق التراث العربي المادي وغير المادي، وأيضا مهتمة بإعادة كتابة تراثنا العربي كما نراه نحن الأكاديميين العرب والمختصين في هذا المجال. تضم مؤسسة تراثنا طبعا أكاديميين كبار، رؤساء متاحف سابقين، دكاترة في جامعيين، يعني أصحاب اختصاص وخبرات في التراث والآثار. وهي من تشعر مؤسسة تراثنا طبعا تقسم لأربع أقاليم، هي أقليم القديم المغربي وتضم ليبيا الجزائر تونس والمغرب العربي، وتضم أقليم حوض النيل مصر والسودان، وتضم حوض المشرق فلسطين والأردن وسوريا والعراق، وتضم شبه الجزيرة العربية طبعا دول الخليج. في كل إقليم في مدير إقليمي مسؤول عن متابعة نشاط مؤسسة تراثنا وانضمام أعضاء جدد للمؤسسة، وأيضا مخاطبة الخريجين الجدد وانضمامهم لمؤسسة تراثنا. هدف المؤسسة الرئيسي هو الحفاظ على التراث العربي في كافة أنحاء الوطن العربي والمحافظة عليه من محاولات الطمس والاندثار والمحو والسرقات والتزييف من أي جهة أخرى غير عربية. عندها شراكات مع العشرات من الجامعات في الدول العربية والحكومات أو المؤسسات الحكومية بمعنى صحيح. والله آخر إن شاء الله إجراء كان أنا بنفسي، كان عندي كتاب
قدمته لجمع الدول العربية قبل 3 أيام، قدرت أتواصل معهم، عندي كتاب من مؤسسة التراث من الجزائر، قدمت كتاب لمكتب جامعة الدول العربية أساس يكون عندنا إن شاء الله تعاون مستقبلي ما بين جامعة الدول العربية كهيئة كبيرة، أكبر هيئة يعني برأيي في الوطن العربي، إنه بكون حظنا جيد إذا كان في تعاون مشترك بين مؤسسة تراثنا ومكتبة جامعة الدول العربية. أما باقي المعاملات فهي معاملات على مستوى الجامعة في الوطن العربي. تمام. دكتورة عفاف، يعني أيضا أنا سأخذ تعريف سريع كده للمؤسسات الموجودة، مركز درب اللبانة ودوره في الحفاظ على التراث، يعني هذا الدعم للتراث العربي. أوكي. الأول عايز أقول بس إن مؤسس هذه المؤسسة هو المهندس هادف سالم، هو سوري الأصل إنما يعني يقيم في الجزائر، وهو يعني بجهود ذاتية في الأول تقدم بالبحث عن الناس اللي ممكن يثروا المؤسسة، ودخل في شراكات منهم مؤسسة درب اللبانة للثقافة والفنون والحرف وتنمية البيئة، وفي نفس الوقت في درب اللبانة للتصميم والعمارة. احنا في منطقة تاريخية، احنا في منطقة اللي هي اللي فيها السلطان حسن والرفاعي وتكية البسطامي ومسجد المحمودية، فوسط القاهرة. طبعا طبعا. بس طبعا احنا كدور هل التخصص بيتقاطع مع تراثنا ولا التخصص مختلف يعني او مكمل حتى للمؤسسة؟ لا هو مش بيتقاطع، هو مكمل وفي تعاون مشترك يعني في عدة لقاءات واجتماعات وفي تنسيق الشخصيات اللي ممكن تكون موجودة من مصر. أستاذ محمود التميمي، احنا يعني العنوان اللي انت وضعته واللي انا وضعته وعناوين هي مكملة لبعضها. القاهرة عنواني لاننا كفرد، اي فرد مفترض ان القاهرة تكون عنوان لي وهي عنواننا جميعا، يعني الهدف من هذه المبادرة والدور الذي تقوم به. يعني هو بالاساس انا في لحظة من لحظات عملي الإعلامي اللي هو أنا خلاني أجوب يعني كل أنحاء مصر وأيضا كل أنحاء القاهرة سواء بشقها التاريخي أو شقها الحديث، فقدرت أن أنا يعني أوصل لمفهوم أنه المدينة تؤثر في ساكنيها، وبالتالي في علاقة جدلية أنه كمان سكان المدينة هم اللي بيشكلوا حالتها سواء بإهمالها فبالتالي تبقى مدينة مهملة، أو بالعناية بها فتبقى مدينة يعني تحظى بعناية أهلها، فتبقى في علاقة جدلية بين الساكن والمسكون، بين المدينة وبين سكانها. وبالتالي مثلا دكتور عفاف بتتكلم عن درب اللبانة مثلا، المكان ده أنا مرتبط بيه جدا كمكان قديم، المكان هنا مرتبط بعلاقة اللي سكنوه بيه ومرتبط باللي موجودين دلوقتي بيرعوه، كممكن المكان ده يتحول الى خرابه لولا انه في جهود كثيره، وفي مثلا بيت المعمار المصري جنب مركز الدكتور عفاف اللي هو انا انطلقت منه بقول انا ندوات القاهره عنواني، فانا مرتبط بيه جدا. بس اللي عايز اقوله ان بيت المعمار المصري او المراكز الموجوده هناك او الحاله اللي بيوصل ليها المكان مرتبطة بعناية الموجودين بالمكان او العكس. اقدر اقول مثلا انه حتى درب اللبانة هو اسمه مرتبط بمهنة حد كان بيشتغل في المكان ده كان بيبيع لبن، فسمي درب اللبانة عشان في حد في اخر الشارع كان بيبيع اللبن والناس بيروحوا له، فاذا الاسم اللي فضل معانا مئات السنين ده مرتبط بروح من كان يعيش ويعمل في المكان. ولهذا مبادرة القاهرة عنواني اللي بتجمع نسيج في خيط من كل مكان في القاهرة عشان تقدم في الآخر هذا النسيج الفريد اللي هو اسمه القاهرة، بتبحث عن هذه الخيوط وأصولها، ووجدنا أن هذه الخيوط أصولها أرواح، عشان كده سلسلة عروضنا الشهرية اللي بنعملها بقالنا 10 شهور اسمها أرواح في المدينة، والهدف هو استعادة هذه الأرواح ومن سكنوا ومن عاشوا ومن مروا بالمدينة وقصصهم للوصول إلى صورة المدينة حقيقية، لأنها صورة مطموسة تحت ركام من سنوات الإهمال
ركام من التشوه الحداثي، مش هقول الحداثة ولكن تشوه الحداثي في بعض الأحيان، ركام أيضا من عدم الاقتناع بأن القديم قد يكون هو أفضل عنوان للحديث. فهذا الركام احنا بنحاول يعني نزيله لكي نكشف الأصل، فهو أشبه بعملية التنقيب، نحن ننقب عن أرواح، فهو عمل أثري بشكل من الأشكال ولكنه معنوي، تنقيب عن أصل المدينة من خلال البحث عن أرواح عاشت فيها وقصص من شكلوها وتشكلوا بها. طيب أنا أحييك طبعا على المبادرة، وأتمنى أنه يكون في استجابة لها بشكل كبير، وأتمنى أنها تكون مصر عنواني وليست القاهرة فقط، لأنه كل أنحاء مصر محتاجة لهذه المبادرة. صحيح، ولكن خد بالك من حاجة، احنا بنعمل العروض اسمها أرواح في المدينة، احنا المدينة مطلقة، يعني احنا مثلا هنعمل ده إن شاء الله في اسكندرية، هنعمل ده في السويس، هنعمل ده في الأقصر، هنعمل ده في مطروح، فالمدينة هنا مفتوحة. وبعدين مصر عنواني، أنا عايز أقولك بس جملة بسيطة هختم لك بيها هذا الجزء يعني من المداخلة، إنه القاهرة كل الكبار المفكرين العمرانيين اللي اتكلموا عن مصر أجمعوا على أن القاهرة قد جمعت من شتى الأقاليم المصرية شيء من كل إقليم، وبالتالي الشخصية المصرية والروح المصرية بشكل عام هتلاقيها متجذرة وظاهرة جدا في القاهرة، لأنه مفيش حد في القاهرة إلا وتلاقي له أصل من قرية أو من إقليم من أقاليم مصر. عشان كده أنا اخترت القاهرة كجامع لكل عناصر الشخصية المصرية بما فيها من جيد وما فيها من شيء يعني يحتاج إلى تعديل أو إلى تحسين. طيب يعني إحنا بعد الفاصل ستكون البداية مع الدكتور طارق نازل، وهو العميد السابق لكلية الدراسات العليا للبردي وأستاذ الترميم بجامعة عين شمس، ندخل بقى في التفاصيل، والبداية من البرديات والترميم، لأنه دور مهم جدا في الحفاظ على البرديات والوثائق سواء الفرعونية أو العربية أو غيره، لأنه هذا التراث كله تراث يدخل في اهتمامنا جميعا بعد الفاصل. هنا القاهرة القاهرة القاهرة، هنا القاهرة القاهرة القاهرة، هنا القاهرة الساحرة الآسرة الهادرة الساهرة الساهرة السافرة، هنا القاهرة الساحرة الآسرة الهادرة الساهرة الساهرة السافرة، هنا القاهرة الزاهرة العاطرة الشاعرة النيرة الخيرة الطاهرة، هنا القاهرة الصابرة الساخرة القادرة المنذرة الثائرة الظافرة، هنا القاهرة القاهرة القاهرة، صدى الهمس في الزحمة والشوشرة، أسى الوحدة في اللمة والمطورة، غنى الحب والكذب والمنظرة، نشا الغش في الوش والافتراء، هنا القرش والرش والقش والصمصرة، هنا الحب والحق والرحمة والمغفرة، هنا القاهرة القاهرة القاهرة. أهلا بحضراتكم، نعود مرة أخرى لمتابعة هذه الحلقة من تليفون وميكروفون 400 مليون على موجات صوت العرب من القاهرة، مستمرون في حلقاتنا حتى 3:30. كما أشرنا قبل الفاصل، نعود مباشرة إلى الأستاذ الدكتور طارق نازل، وهو العميد السابق لكلية الدراسات العليا للبردي وأستاذ الترميم بجامعة عين شمس. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بضيوفنا مرة أخرى. إحنا لما بنتكلم على الترميم والبردي، البردي صحيح هو يشتهر بالحضارة الفرعونية، لكن أعتقد أن موجود يعني أشياء مماثلة في كل الحضارات العربية التي نشأت على الأرض العربية. فكرة البردي كوثائق وفكرة المخطوطات، وأعتقد أن ده بيدخل بشكل كبير في اهتمام مؤسسة تراثنا ودرب اللبانة وأيضا القاهرة عنواني وغيره من المبادرات. كيف تعمل هذه المؤسسات بالإضافة للجامعات والكليات المختصة على الحفاظ على هذا التراث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك الحقيقة لمست موضوع يعني غاية في الأهمية ومقصد أساسي من مقاصد مؤسسة تراثنا،
ألا وهو الحفاظ، مسألة الحفاظ على الموروث الثقافي المدون والمسجل، سواء بقى كان على خامات عضوية أو غير عضوية، سواء كان على بردي أو على أوراق أو على جدران، أيا ما كانت الخامة المسجل عليها، فإحنا بيعنينا بشكل أو بآخر إن إحنا إزاي نحافظ على هذه المواد المتعددة. المسألة الحفاظ لابد أن يكون لها مرجع نستقي منه المسألة. مسألة الحفاظ عندنا لها ضوابط، الضوابط اللي بتحكمنا إن إحنا لا نغير من مظهر الوثيقة أو الأثر اللي إحنا بنتناوله بالحفاظ، لأنه هو عبارة عن إرث وصلنا من الأجداد والأباء. المفهوم ده هو المفروض إنه يعمم، ومن أهم أهداف مؤسسة تراثنا إن إحنا ننشر هذا الوعي الثقافي والتراثي بين الشعوب العربية. بمعنى لو تتبعنا كلمة التراث هنلاقيها أصلا هي مشتقة من كلمة ورثة. لو رجعنا لابن منظور في لسان العرب صحيح. هنلاقيها إن جاي من مادة ورثة. بمعنى إنه هو وصل إليه من مقتنيات الأجداد والأباء، وصل إليه شيء من المقتنيات اللي هي كانوا يقتنوها أو من صنع أيديهم. لو تتبعنا كلمة التراث نفسها في اللغات الأجنبية هنلاقيها في اللغة الإنجليزية heritage، تعني أيضا تعني الإرث أو الميراث. حتى في الباترومني في اللغة الفرنسية تعني الإرث أو الميراث. في اللغة الألمانية إرب أو كولتور إرب، دي كلها لنفس المعنى إن هي موروث. هذا الموروث إذا 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 يعني وصلت فكرة إن هذا الأمر غاية في الأهمية لأنه موروث الآباء والأجداد، فهو بالتالي يستحق الحفاظ، ويستحق الحفاظ مننا مش لمجرد انه هو موروث من الاباء والاجداد على منطقة العربية، لا هو لانه موروث انساني، بيتحول لموروث انساني طبعا، موروث انساني ملك لكل البشر. بالضبط كده بالضبط. والحقيقة يعني من ضمن الاسهامات الجيدة جدا، وهي فكرة الحقيقة انا يعني اشيد بها في هذه الندوة، هي كانت فكرة الباشمهندس هادي في الحقيقة، وهو كان رائدها. والعجيب في الموضوع انها كان فيها توفيق الهي غير عاجي، انه هو اطلق يعني الانشاء لجنة للاثار او للحفاظ على الاثار المهددة بالخطر، وكان ده قبل حدوث الزلزال مثلا باسابيع. والزلزال اللي هو الاخير طبعا يعني بين لنا ان مسألة الحفاظ على التراث او تأمينه بقت اصبحت مهمة شاقة وليست باليسيرة، ولابد ان احنا مع متغيرات الزمان لابد ان يكون لنا مفاهيم مختلفة ازاي ان احنا نتعامل مع المخاطر، مسألة الزلازل والفيضانات والبراكين والحرائق وما الى ذلك. طبعا مع الحروب تعتبر من الحاجات اللي هي اللي تشكل خطر كبير، لابد ان يكون في تعامل مهم معها. طيب احنا هنرجع تاني، وانا طبعا شايف الاستاذ محمود التميمي بيرسم وجوه لشخصيات من التراث، شخصيات من كل الدول العربية، وبالتالي ده هيدعونا لسؤال فيما بعد للحديث عن دور الإعلام ودور الفن التشكيلي في الحفاظ على التراث. لكن احنا معنا دلوقتي الأستاذ الدكتور محمد عبد الحافظ، أستاذ الأدب الشعبي في أكاديمية الفنون وخبير التراث الثقافي غير المادي في معهد الشارقة للتراث. دكتور محمد أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك وبصوت العرب وبسادة الضيوف مع حضرتك. طبعا معايا الدكتور طارق نازل، معايا الدكتور الاستاذ شهاب قواسمي، الاستاذ محمود التميم الكاتب الصحفي، والدكتور عفاف بدران. دكتور محمد، واحنا بنتكلم عن التراث ودور مؤسسة تراثنا في الحفاظ على التراث، وايضا كل المبادرات الثقافية والتراثية الموجودة في المنطقة العربية، وهي بتتكامل مع بعضها حتى وان لم يكن هناك تواصل، لانه الحفاظ على التراث في كل مكان ده مهم جدا بالنسبة لنا. لكن حضرتك خبير تحديدا في نقطة مهمة جدا، التراث غير المادي. واحنا بنتكلم عن التراث لازم نفرق بين تراث مادي وغير مادي، لانه عايزين نشرح هذه النقطة تحديدا للمستمع وازاي بنحافظ عليها. شكرا جزيلا على انه بشارك في هذا اللقاء المهم. في الحقيقة التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي في حاجة دائمة عبر التاريخ لاحتشاد كل الجهود وكل التخصصات وكل المبادرات، كمان كما تفضلت حضرتك بتتكامل من أجل الحفاظ على هذا الكنز المهم لأي شعب من شعوب الإنسانية، لأنه بيمثل يعني ركيزتها في على الأرض وتاريخها وهويتها أيضا.
التراث المادي وغير المادي في الحقيقة هو يعني فصل، يعني ممكن نقول عليه فصل تخصصي أو فصل مدرسي، إنما العلاقة ما بين المادي وغير المادي في التراث هي علاقة وثيقة جدا. فحتى المبنى المعماري اللي هو تراث مادي هو في الحقيقة يحتوي أيضا على تراث غير مادي في نفس الوقت، لأنه هذا المعلم أو هذا المبنى له تاريخه، وكان هناك بشر يعيشون فيه، والفضاء العمراني حواليه كان ينبض بالحياة. كل هذه الأجزاء هي أجزاء غير مادية لهذا المعلم المادي. يعني هذا المبنى مثلا، هذا المبنى شهد مثلا فنون كانت تقام فيه، شهد شهد مؤلفات كتبت فيه، شهد أمور كثيرة ربما تكون حتى فلسفة وراء بنائه. يعني مزبوط. يعني الهرم في النهاية هو في فلسفة وراء بناء هذا الصرح الأثري العظيم، لكن هو كأثر مادي دون الشق غير المادي يعني لا يعتد به. العلاقة القوية الوثيقة بين هذين الجانبين هم اللي بيمثلوا التراث الثقافي. هتقصد التكامل يعني ما بين الاثنين، المادي وغير المادي لازم يكون موجود. نعم. يعني تفضل. نعم. احنا في عندي مداخلات من ضيوفنا في الاستوديو. استاذ محمود تميمي عنده مداخله، اتفضل كاتب الصحفي. انا بس عايز اقول حاجه، الدكتور محمد دكتور محمد صديق عمر، يعني بنتكلم في اكتر من 25 سنه مثلا، وانا عايز اقول ان الدكتور محمد من خلال دوره في معهد الشارقه للتراث هو خير سفير للثقافه المصريه ولمحبي التراث والمحافظين عليه في مصر، لان انا لمست ده بنفسي. يعني كان عاملين مثلا اسبوع للفن النوبي في الشارقه، وبقيت مندهش جدا من تفاعل الناس، وهذا تخيل الاغاني النوبيه والاصوات النوبيه واسره احمد منيب الله يرحمه، هم واقفين بيغنوا في احد الشوارع في الشارقه امام معهد الشارقه للتراث او المقر، احد المقرات التابعه ليه. فانا عايز احيي الدكتور محمد شخصيا على الدور اللي بيقوم بيه هناك في معهد الشارقه للتراث، طبعا في خدمه التراث العربي كله، لكن انا لاني حضرت الحدث اللي متعلق بالفن النوبي هناك فحبيت انطلق منه. لكن اللي هو بيعمله دلوقتي في الشارقه كخبير مصري مرموق موجود في المعهد، معهد الشارقه للتراث، هو هيبقى تراث بعد شويه. يعني اللي هو بيقوم بيه والحاجات اللي عملها هناك، هو اكيد الدكتور محمد بيقوم بدور ايضا مهم جدا في توثيق للتراث الشعبي والفن الشعبي في منطقه الخليج والاماراتي. طبعا ده احنا اللي سعدنا بيك يا محمود، والحقيقه مع حفظ اللقب طبعا. وعايز اوضح لك انه كان الاسبوع المشهود عن التراث النوبي كان يعني اضاءه على جوانب خفيه في التراث المصري، بمعنى ان ما لا نعلمه عن التراث هو أكبر بكثير مما نعلمه. صحيح. ودائما يعني خلي هذا المبدأ قدامنا علشان يكون حافز البحث والكشف والتفتيش، وده اللي انت بتعمله وانت في مبادرتك الجميلة القاهرة عنواني، انك يعني بتنبش في حاجات ممكن تكون معلومة لكن هي الحقيقة مجهولة. أنا استخدمت لفظ إن إحنا بننقب، يعني إحنا بنمارس التنقيب المعنوي. الأثريين بيعملوا التنقيب المادي، بس أنا عايز أقول حاجة تانية فيما يتعلق بأنه بيقول إن إحنا بنبحث عن أشياء خفية، بنكشف أشياء خفية في التراث النوبي لما كنا في الشرقة. لا، ده اكتشفت إن هذا الأسبوع اكتشف أشياء خفية في التراث الإماراتي. إزاي بقى؟ نعم. اللي إحنا عايزين نقوله بقى، لأن فوجئت هناك إنه كلمونا عن إن في فن في الإمارات اسمه فن النوبان. النوبان ده طلع إنه فن إماراتي شعبي مستقى من الثقافة النوبية في مصر. والله، وده تاريخه قديم يا دكتور محمد؟ أي ما هو النوبان ده تاريخ قديم يعني؟ العلاقات الإنسانية القديمة قوية، التراث الثقافي هو اللي يكشف عنها وهو اللي يوضحها. وخلي بالكم أنه التراث الثقافي لأي شعب بقى مبدأ مهم في العلاقات الدولية. يعني عندما تقدم نفسك للعالم فأنت تقدم نفسك من خلال
ما قمت بإنتاجه أو الشعب أنتجه من تراث ثقافي في الحرف، في الفنون الأدائية، في المخطوطات، في التراث العمراني، في كل مجالات التراث التي يعني يصعب حصرها الآن. فمن خلال هذا التراث تستطيع أن تقدم نفسك للعالم، وأيضا تستطيع أن تكتشف المشترك الثقافي بينك وبين التراث الإنساني، أو بينك وبين الشعوب في كل مكان في العالم. فلما أقمنا الأسبوع التراث النوبي قبل شهرين تقريبا، كان طبعا كشف كبير أنه احنا نكتشف أنه هناك فنون هاجرت قديما من المنطقة، لأنه في العلاقة ما بين الخليج العربي وبين المنطقة الأفريقية، خاصة من الناحية الشرقية، النصف الشرقي من أفريقيا، طبعا كان في رحلات عبر البحر الأحمر وخليج عمان والخليج العربي، والرحلات دي بالتأكيد كان فيها تبادل ثقافي بكل تأكيد. وكمان في آلات شعبية، الطنبورة موجودة صحيح في الإمارات صحيح. كما هي موجودة في أسوان والنوبة. فطبعا شيء يسعد عندما نكتشف من خلال التراث الثقافي هذه العلاقة التاريخية القديمة بين الشعوب. أشكرك دكتور محمد عبد الحافظ، أستاذ الأدب الشعبي في أكاديمية الفنون وخبير التراث الثقافي غير المادي في معهد الشارقة للتراث. شكرا لوجودك معنا. بعد الفصل سأعود للدكتور عفاف بدران والحديث عن فكرة الترابط ما بين التراث المادي وغير المادي. بعد الفصل. نوري ودا ويلاني ماناني كان سينا شورتان غورا ترسينا ماناني كان سينا شورتان غورا ترسينا إكان دولي سيومي دولجيتنا بدالينا إكان دولي سيومي دولجيتنا بدالينا Talatoni milogowa, on talatoni milogowa. Ailanga kagna meni, shortanga kagna meni. Ailanga kagna meni, shortanga kagna meni. Illo weda shortani, nori weda wailani. أهلا بحضراتكم، نعود مرة أخرى لهذه الحلقة من تليفون وميكروفون 400 مليون على موجات صوت العرب من القاهرة حتى 3:30. كما أشرنا في البداية سنعود للدكتور عفاف بدران مؤسس مركز درب اللبنة للتصميم والعمارة والثقافة والفنون، وحديث مع باقي ضيوفنا أيضا. دكتور عفاف، أنا لما جيت أبحث عن المركز كتبت مركز درب اللبانة، فالإطلاع كله درب التبانة، ما طلعش درب اللبانة. فهل هناك تشابه ولا إيه بالضبط، ولا فين موقع المركز على الإنترنت؟ هو موجود، هتلاقيه إن شاء الله قدام بوابة درب اللبانة وقدام الباب، باب تكية البسطامة قدامه مباشرة. وهو في المنطقة اللي هي منطقة الدرب الأحمر، ثلاث حارات اسمهم درب اللبانة. وزي ما أشار الأستاذ محمود، كان في حد بيبيع اللبن في المنطقة؟ والله إذا كانت البوابة دي من أيام المماليك واسمها بوابة درب اللبانة، قد يكون ده موجود من أيام المماليك، فحتى اللوجو بتاعنا واخد شكل الدوران. أنا عايزة أكلم عن عدة، على فكرة إحنا أول مركز افتتح
ثقافيا وفنيا وحرفيا في منطقة درب اللبانة. كان في الوقت ده بيت المعمار تحت الترميم، لأن هو البيت اللي كان ساكن فيه حسن فتحي فيما سبق. توفى فيه حسن فتحي. المهندس المصري العبقري. فكان ساعتها بيترمم، ما كانش لسه أشتغل كمركز ثقافي هو الآخر. فأنا سعيدة بأن أنا إن المبادرة دي استقطبت ناس بسرعة ياخدوا يحسوا ان في مهم جدا ان الثقافه تكون متاحه لكل الناس. مش للإليت، انما لكل طيب الناس. طيب انا سريعا عايز اعرف من حضرتك قبل ما انتقل لضيوفنا، اهم المبادرات التي يقدمها المركز والتكامل مع مؤسسه تراثنا ايضا. طيب انا عايزه اتكلم عن نقاط مهمه جدا تتعلق بمصر الاول. اولا انا اتمنى ان يتم فعلا الحفاظ على الاثار كلها، سواء كانت من ايام المماليك او ما قبل ذلك، ويبقى في عنايه بتوجه من الدوله مش للانشاء الجديد فقط، انما لكل المباني الاثريه ضروري يتحافظ عليها، لان دي ثروه. مش ضروري الاجنبي هو اللي يلفت نظرنا انها مهمه، لا، ضروري احنا ننتبه لده. الحاجه الثانيه ان ما ينفعش ابدا ان احنا نصرف مليارات على ان احنا نصون مباني اثريه ونغلقها. تكية البسطامي لازالت مقفولة رغم انها افتتحت من عدة سنوات وتصرف عليها مليارات. فضروري تتوظف لصالح الشعب. تمام. فأي زمن بيفوت بعد الحاجة ما تبقى تؤهل ولا تستخدم هو وقت ضايع من وقت الشعب. تمام. دي نقطة. الحاجة اللي أنا ردا على سؤالك بالنسبة للأنشطة، إحنا كنا اشتركنا في مسابقة اسمها حقوق حضارة، واللي كان قائم بيها دكتور أحمد راشد، وفي نفس الوقت مركز فاروق الباز للاستدامة والدراسات المستقبلية. المسابقة دي إحنا خدنا فيها الجائزة الأولى، وهي اسمها المشروع بتاعنا كان اسمه المتحف السلبي أو النيجاتيف ميوزيوم، وده عبارة عن ان انا بعمل متحف، وفعلا عملنا تصميم لمتحف كل الاثار المنهوبة في الخارج، عملنا جدران فرغنا فيها الشكل الاثر المنهوب، فالناس كلها من العالم كله اتعرفت على هذا الاثر تيجي عشان تتفرج على الاثر اللي مش موجود عندنا. بس فكانت فكرتها جميلة جدا، وتعرضت في الجنرال أسامبلي بتاعت الاتحاد المعماريين العالمي، وكانوا مبسوطين جدا بالفكرة، كانوا حتى مستعدين انهم يدعموها ماليا. بس فدي حاجة من الحاجات اللي انا احب اقولها. كان في مسابقة تانية كانت عن القدس وفلسطين، اعادة القدس كعاصمة لفلسطين. طيب هنتقل للأستاذ شهاب قواسمي وأسأله، بما أنه فنان تشكيلي وهو أيضا مهتم بالتراث المقدسي. التراث المقدسي وإحنا بنتكلم عن الحفاظ على التراث المادي وغير المادي، هو أكثر أنواع التراث المهددة لأنه الاحتلال وطمس الهوية ومحاولة طمس الهوية. كيف يمكن أن نعمل على حفظ هذا التراث؟ بالحقيقة سيد العزيز، لا شك انه الفن التشكيلي، طبعا اسالك عن الفن التشكيلي كمان كمان يعني الفن يعني بشكل عام انه يلعب دور مهم في الحفاظ على التراث الفن بشكل عام. اما فن التشكيلي بنقصد باللوحة المؤطرة، فلها مردود وهدف قيم وسامي في الحفاظ على التراث. اللوحة اقرب الى القلب من الاذن. اللوحة لا تحتاج الى ترجمة، اللغة يتفهمها جميع الشعوب، فما بالك إن كانت هذه اللوحة موثقة عن مكان موثق، يعني ليست مجرد لوحة تشكيلية أو لوحة فنية. فهذا ما أقوم به أنا منذ أكثر من 40 عام تقريبا، أقوم بتوثيق مدينة القدس ليس فقط من التاريخ المكتوب، وإنما من خلال الرسم، لأن اليوم التوثيق من خلال الرسم أصبح خط موازي للتاريخ المكتوب. فشعرت من واجبي واستغلت موهبتي في مجال الرسم في توثيق أهم المعالم الدينية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس من خلال إصدار واستخدام هذه الرسومات في من إصدار كتب توثيقية لمدينة القدس وفلسطين بشكل عام. يعني مثلا أعطيك مثال، عندنا في سبعينات القرن الماضي كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنظر إلى الريشة في يد الفنان كما كانت تنظر إلى البندقية في يد المقاوم. كثير من اللوحات أتلفت من قبل سلطات الاحتلال، مزقت وأحرقت. هو في إطار جهودهم لطمس الهوية العربية الفلسطينية. لا شك يعني أن القدس عن فلسطين تتعرض لهجمة شرسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في محاولة طمس الهوية الفلسطينية واستبدال وتهجير السكان المنطقة العرب واستبدالهم بمستوطنين.
فبالتالي دور الفنان دور مهم جدا. القصيدة اللوحة تعني قصيدة، تعني خطاب سياسي قوي، فمن هون بيجي دور الفنان في الحفاظ على التراث. والتراث والفن يعني هو أداة من أدوات النضال الشعبي ضد أي احتلال غاشم على وجه الأرض. فالفنان عنده واجب يعني تجاه وطنه وشعبه وقضيته من خلال إبراز فنه وتعبيره من خلال اللوحات التي تعادل في معظم الأحيان يعني أرقى خطاب سياسي. يعني هذا جانب يعني. لكن هناك جانب آخر وهو انه في عندنا تراث مادي موجود وفي تراث غير مادي بيتمثل في فنون وغيره. هل هناك جهود والتحديات التي تواجه هذه الجهود في الحفاظ على التراث المقدسي؟ طبعا لا شك وجود الاحتلال. وتراثنا هل لها دور في مؤسسة تراثنا؟ انا بصفتي عضو بمؤسسه تراثنا اللي مقرها بالجزائر طبعا بنقل تراثي المقدسي اللي هو جزء من تراثنا العربي. طبعا القدس هي ليست للفلسطينيين فقط، هي للجميع لجميع العرب وللمسلمين في انحاء العالم. فانا بنقل تراثنا المقدسي بشكل خاص والفلسطيني بشكل عام من خلال اقامه معارض توثيقيه لمدينه القدس، من خلال اعداد كتب توثيقيه بعده لغات لمدينه القدس واهم الاماكن الاثريه والتي يعنى منها الاخصائيين العرب في مجال التراث، لأن القدس عبارة عن كنز، يعني كنز تراثي على أرض الواقع. من واجب جميع المهتمين بتوثيق التراث والحفاظ على التراث في العالم العربي أن يعطوا أولوية قصوى لمدينة القدس، خاصة لما تتعرض به من تهديد حقيقي في طمس الهوية المقدسية والفلسطينية بشكل عام. احنا بعد الفاصل سنعود إلى ضيوفنا في الاستوديو وسننطلق تحديدا للدكتور طارق نازل والحديث عن أهمية الحفاظ على التراث بكل أنواعه ودور الفرد وليس المؤسسات في الحفاظ على هذا التراث. تابعونا بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم، نعود مرة أخرى لمتابعة هذه الحلقة من تليفون وميكروفون 400 مليون على موجاتنا موجات صوت العرب من القاهرة. طبعا قبل الفصل كنا تكلمنا أن احنا هنعود للدكتور طارق نازل للحديث عن دور الفرد، لكن اسمح لي دكتور طارق احنا معنا مداخلة هنبدأ بها أولا. طبعا. الأستاذ الدكتور مصطفى جاد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية في أكاديمية الفنون، أهلا بك دكتور. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك ضيوفنا كلهم بيرحبوا بيك طبعا. اهلا بيك. دكتور مصطفى، الفنون الشعبيه من التراث اعتقد يعني ان هو الغير مادي، ما اعرفش صححوا لي بقى انتوا لان انا بتعلم منكم هذه الحلقه. التراث غير المادي بيشمل فنون كثيره منها الفنون الشعبيه والاراجوز واعتقد هذه الفنون موجوده في اماكن كثيره، لكن الحقيقه احنا بنلمس بانفسنا انه هذا التراث بدا في انه يتلاشى مع الحداثه اللي اتكلم عنها الاستاذ محمود التميمي في الحلقه
وسلبيات الحداثة يعني للأسف الشديد. إزاي نقدر نحافظ على هذا التراث؟ أولا يعني برحب بالضيوف الاستوديو الأساتذة الكبار، والصراحة يعني الاستوديو حافل بمبدعين وباحثين وأساتذة على مستوى عالي جدا، يعني أنا كنت أتمنى أن أنا أكون معكم يعني. وكان معنا الحقيقة على الهاتف الدكتور محمد عبد الحافظ من الشارقة، أستاذ الأدب الشعبي. دكتور محمد حافظ طبعا. تفضل يا دكتور. وأنا بالدكتور طارق والدكتور عفاف والأساتذة، بصراحة يعني أنا سعيد جدا بأن أكون معكم. تفضل. طيب أنا كنت عاوز بس أقول نقطة مهمة، إنه لو اتكلمنا على التراث تعالى نعمل التصنيفة المعروفة العامة كده علشان يعني المستمعين ما يتلخبطوش، ان عندنا التراث المادي والتراث اللامادي. تمام. طيب لما بنقول فنون شعبيه او تراث شعبي او كده بنقصد بيه التراث اللامادي. اللامادي يعني بنقصد بيه العادات والتقاليد الشعبيه بتاعتنا، بنظر المعتقدات والمعارف، الحرف الشعبيه، فنون الاداء الشعبي، الحكايات، السير الشعبيه، يعني ايه كل ما هو غير ملموس. يعني لما بنيجي نتكلم عن العماره او الاثار، فانا بقدر اروح الهرم بشوف الهرم، توت عنخ آمون بروح بلمسه، لكن عادات الطعام دي بنلمسها ازاي؟ يعني التراث هو ده التراث غير الملموس او التراث غير الملموس. طب الملابس بقى، الملابس يا دكتور نصنفها ازاي؟ والازياء الشعبيه والحرف الشعبيه شوف تصنف لامادي. ما انا اقول لا مادي، المقصود هنا ايه يا استاذ عبد الرحمن؟ ان احنا لا نقصد مثلا لما تقول، تعالى اجيب لك مثال برضو يمكن اكثر وضوحا، لما نقول الفخار، قطعه الفخار، ما دي تراث مادي ملموس. لا، بيخش احنا عندنا في التراث اللامادي. المقصود بيه هنا ايه؟ انا بدرس المراحل التي يقوم بها الحرفي من اول عجينه الفخار والتشكيل والحرق، وحتى كمان العادات والتقاليد المرتبطه ببدايه الحرفه ودخول دولاب لحد ما طلع القله دي. اللي قبل القله دي او قبل الزير او قبل القطعه الفخاريه دي، ده التراث اللامادي. تمام. انكلودد بقى القطعه دي. فانا هنا بتعامل مع المساله المهارات المرتبطه بهذه الفنون، بينتج عنها حاجات ملموسه وحاجات غير ملموسه، بس المهارات دي حيه. يعني التراث اللي بنتكلم عليه ده الفخار ده موجود الان، لكن توت عنخ امون تراث خلص. الاهرامات او مثلا المعابد، او بنتكلم عن تراث فرعون بقاله الاف السنين، لكن احنا بنستخدمه على انه تراث في وقت زمن معين. لكن التراث اللامادي هو الليفنج هيريتج او التراث الحي اللي موجود. يعني لحد دلوقتي وانا بكلمك في سبوع مولود بيتعمل، وفي واحده بتعمل حمل جوازها دلوقتي حالا. صحيح. في حته ما في مصر. صحيح. وفي ناس دلوقتي بتبدا تطلع الـ 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 الافران بتاعه الكنافه بره الحلويات عشان هتعمل حلويات رمضان، وشهرين وهنلون البيض يا دكتور طبعا. كل ده بيتم، هو ده المقصود. صحيح. انه دي عاداتنا وتقاليدنا وفنوننا وتراثنا اللامادي، هو عايش بينا حتى الان. صحيح. حضرتك بتتكلم بقى عن الانتظار او ان هو بيتوارى او بيقل بفعل الحداثة. اكتر شيء ممكن يكون في التراث الشعبي او التراث اللامادي، خلينا نقول بقى دولم واحد، اكتر شيء بيتعرض لانه يتغير، ها، هو التراث الخاص بالتشكيل الشعبي والحرف الشعبيه. يعني ممكن تلاقي تغير في الشكل، في الخامه، في اللون، في مثلا ممكن يكون عندنا دايما، اقول مثال كده ظريف كلنا عشناه يعني، بس انا عشان عبوش شويه اللي عندك شباب، زمان كان في عندنا اللمبه الجاز دي اللي هي نمره 10 ونمره 5، كنا بنقعدها على الطبليه كده ونقعد نذاكر عليها، او بتبقى في البيوت حتى السهريه الصغيره دي بتدفي حلقه او الكلوب كده. والكلوب كمان والكلوب الكلوب ده بقى التطور بتاع اللمبه الجاز. لا خلينا في اللمبه الجاز دي، امشي بيها لحد دلوقتي دي اختفت ليه؟ لان ملهاش وظيفه. خد بالك في التراث الشعبي اللي ملوش وظيفه خلاص. وما نحزنش عليه، خلاص ملوش وظيفه. انا يعني ما طيب دلوقتي هو ملوش وظيفة للإنارة، بس خد بالك التراث الشعبي دايما بيجدد نفسه. عشان كده بنقول انت روح بقى فندق بقى من الفنادق الضخمة العشرة نجوم، او روح مكان كده سياحي كبير، ممكن تلاقي اثنين قاعدين على ترابيزة كده، واحد وخطيبته، او تلاقي في الترابيزة في النص حاطين اللمبة الجاز دي بس بشكل تشكيلي وملون ومستلهمة كعنصر جمالي. او لو روحنا سيوة مثلا، ممكن نروح سيوة نلاقي هذا الشكل بشكل مختلف شوية يعني. او تروح سيوة بشكل مختلف، روح في
سيوة بقى عالم تاني خالص. آه يعني سيوة الوقت في احتفالية المصالحة اللي بتتم في الأيام القمرية في 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 رمضان. في أكتوبر. تغيرت ملامحها ليه؟ الأول كان الاهتمام بضوء القمر، دلوقتي بقى فيه كهرباء وفيه وفيه وفيه، بس الاحتفالية قائمة. تمام؟ خش أو اعمل سبوت بقى، أنت كلمت عن أزياء، خش على الزي السيوي تلاقي الشكل بتاع الزي السيوي على جسم الفستان بتاع العروسة معمول بشكل قرص الشمس اللي هو لأن في عبادة أمون في المنطقة دي. وهنا بقى أنا بتماشي مع الأساتذة في الاستوديو بقى اللي هم أساتذتنا في التراث بقى الفرعوني والرموز بتاعته والمعابد وإلى آخره، هتلاقيه موجود في التراث الشعبي. ده دكتور حاجات ممكن تتغير، لكن تقول لي عادات سبوع، عادات سبوع تعمل لحد دلوقتي. طب. كان فيه فشار وقرش كده بيتحط، لكن دلوقتي أشكال مختلفة. لكن السبوع موجود، لكن الطقس بشكل عام موجود. موجود، الحنة موجودة، وكل يعني في عناصر متغيرة لكن مندثرة وبتتوارى، هتلاقيها في بعض الحرف هتلاقيها أكتر، لأنه المهارات الخاصة بالحرف دي عاوزة فكرة الصبي والقصة والتوارث وإلى آخره، عشان كده احنا بنحطها في اليونسكو على قائمة الصون العاجل. دكتور مصطفى، انتوا عملتوا عندكم في المعهد متحف؟ ده أنا بتمنى إنه حضراتكم تزورونا وتشوفوا، لأن المتحف ده يعني قرب يكون دلوقتي نموذج الحياة وجهة مشرفة لمصر. حضرتك بتخش في المتحف بتشوف كل البيئات المصرية الشعبية مجسدة قدامك. عندنا قسم اسمه فولكلور البحر، تخش كأنك في بحر في اسكندرية. تمام. رمل وبحر ومراكب وصيد وناس بتبيع سمك، وتروح القسم الاحتفالات كأنك في رمضان. الناس اللي بتعمل الكنافة والقطع، كل يعني نقلنا الحياة الشعبية المصرية في هذا المتحف بشكل. الحقيقة يعني أنا بحيي تلامذتي يعني اللي اشتغلوا في هذا المكان، لأنه عملنا فيه شغل مبدع، لأنه اللي عملوه اللي عملوا الأشكال اللي فيه باحثين في التراث ومبدعين وفنانين تشكيليين أيضا إلى جانب دراستهم في التراث الشعبي. دكتور مصطفى جاد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية في أكاديمية الفنون، نشكرك على جهودك وجهود تلامذتك وزملائك في الحفاظ على هذا التراث المادي وغير المادي، وإن شاء الله يكون لنا حلقة دكتور معك حول هذا الموضوع. أشكرك على وجودك معنا. أنا اللي بشكر حضرتك وبشكر صوت العرب اللي هي دايما فعلا اسمع على مسمى يعني. شكرا جزيلا. أشكرك حبيبي. طيب يعني بعد مداخلتنا مع الدكتور مصطفى جاد، وأنا الحقيقة دكتور طارق شايف انه المتخصصين دورهم معروف ودورهم مهم جدا يا دكتور عفاف، وبيبذلوا جهود كبيرة جدا، وهناك تكامل زي ما اشرنا، لكن الفرد بقى يعني دور الفرد في الحفاظ على التراث باشكاله المختلفة يا دكتور طارق. الحقيقة استاذ عبد الرحمن حضرتك طرحت سؤال غاية في الاهمية، لانه التراث الحفاظ عليه مسؤولية من؟ ده سؤال مهم. صحيح. هل هو مسؤولية الدولة والحكومة او الدول والحكومات العربية؟ هل هو مسؤولية المؤسسات المتخصصة في التراث أو المادي أو غير المادي؟ هل هو مسؤولية الأفراد؟ خلينا أقول لحضرتك إن هو مسؤولية الجميع، لكن لكل قدرة معينة وطاقة معينة وإمكانيات معينة يستطيع من خلالها أن يقوم بدوره. لكن بالنسبة لدور الفرد لابد أن يسبقه في وجهة نظري إعداد كبير، لأنه الفرد إذا ما رسختش عنده ما يسمى بالوعي الأثري فهو أكيد مش هيحس أو مش هيصل الإحساس بالقيمة اللي هو المفترض إن هو يشعر بها وبالتالي يحافظ عليه. وبالتالي إحنا كلجنة لخبراء التراث في العالم العربي ومؤسسة تراثنا تبنينا فكرة إن إحنا إزاي ننشر الوعي الأثري والثقافي على المستوى الوطن العربي. تمام. لأنه في وجهة نظرنا المتواضعة إنه لن يتم هذا الأمر ولن يفعل دور الفرد ولن يؤهل الفرد للمحافظة على التراث إلا من خلال إعداد خاص بالأفراد. هذا الإعداد لابد أن يبدأ من المدارس ثم يتلوها المراحل المختلفة إلى التعليم الجامعي. لا بد أن يتعدى الكليات الآثار الموجودة، لأنه الأفراد ما هماش هم طلاب كليات الآثار، لا، أفراد مجتمع كامل في كل التخصصات. يعني مش شرط انه يكون هو بينتمي لكلية الآثار عشان يستوعب فكرة الحفاظ على التراث. طبعا طبعا. وبالتالي مسألة نشر الوعي دي تبنيناها كمؤسسة تراثنا ان احنا ان شاء الله بصدد اعداد مناهج تعليمية تربوية. ده موضوع مهم جدا الحقيقة، يعني فكرة اعداد مناهج دي في المدارس. التاريخ بياخدوا تاريخ وبياخدوا جغرافيا فيها طبعا كل الأساس المادي وغير المادي، هل ده كافي ان احنا المناهج الموجودة
ولا احنا محتاجين لتحديث المناهج؟ قطعا احنا محتاجين اولا لان احنا ننشئ ونرسخ لفكرة ان يبقى في مناهج لنقل الوعي الاثري في المدارس. هو ده حقيقة تدريس التاريخ لا يعني ان انا بفهم الافراد يعني ايه وعي اثري. بمعنى ان هفترض لحضرتك فرض بسيط، انا اصطحبت مجموعة من الطلاب في اي مرحلة من المراحل سواء جامعية او مدرسية ودخلت بيهم منطقة اثرية او متحف، المفترض ان هو الطلاب نفسهم اذا لم يكن لديهم مفاهيم الحفاظ مش هيستوعب فكرة ان اقول له ما ينفعش ان انت تلمس الاثر بايدك، لان هو مش ما عندوش الفكرة العلمية اللي بتقول ان انت كشخص عندك افرازات العرق موجودة في ايدك، عندك مجموعة من الحاجات ممكن البصمات نفسها تترك على الاثر، ممكن تنقل مجموعة من الأحماض اللي انت مش متخيل انها تؤدي على المدى البعيد تلف، ممكن تشوه الأثر في ممكن انت ظاهريا انت مش حاسس بالأثر ده لكن طبعا. مستقبلا احنا كمتخصصين كعلماء بنفهمه ده صحيح. وبالتالي ان احنا لو فهمنا ان انت ما ينفعش يا حبيبي ان انت تستخدم الفلاش بتاع التصوير بشكل مستديم لانه دوت مع مرور الزمن هيؤدي الى تلف كيميائي عضوي، هو تمام. ما يستوعبش ده تمام. انا هاخد كلمات سريعه، اعود للاستاذ محمود التميمي سريعا وانا بتكلم عن اهميه التكامل في الحفاظ. دور الاعلام دور مهم جدا في الحفاظ على التراث بكل انواعه. انا يعني اعتقد ان دور الاعلام يتخطى فكره الحفاظ على التراث لحاجه اهم، لو عملناها هنؤدي الحفاظ على التراث. الدور الحقيقي للاعلام يجب ان يكون فكرة الوعي بالجمال وتذوق الجمال، لأنه إذا ما تعلم الناس تذوق الجمال بشكل جيد أكيد هيحبوا التراث بتاعنا. صوت العرب من القاهرة، ونواصل اللقاء مرة أخرى مع هذه الحلقة من تليفون وميكروفون، وذلك بعد أذان العصر الذي حان موعده الآن حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. فساعتنا قبل 3:09. الشيخ محمد عبد العزيز حصان يؤذن بالصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
أذن الشيخ محمد عبد العزيز حصان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. صلاة المغرب يحين موعدها بمشيئة الله قبل السادسة ب13 دقيقة. صوت العرب من القاهرة، ونواصل مرة أخرى متابعة هذه الحلقة من تليفون وميكروفون و400 مليون. أنا هقول كلمات سريعة، هعود للأستاذ محمود التميمي سريعا، وأنا بتكلم عن أهمية التكامل في الحفاظ. دور الإعلام دور مهم جدا في الحفاظ على التراث بكل أنواعه. أنا يعني أعتقد أن دور الإعلام يتخطى فكرة الحفاظ على التراث لحاجة أهم، لو عملناها هنؤدي الحفاظ على التراث. الدور الحقيقي للإعلام يجب أن يكون فكرة الوعي بالجمال وتذوق الجمال، لأنه إذا ما تعلم الناس تذوق الجمال بشكل جيد أكيد هيحبوا التراث بتاعنا طبعا. لأن التراث بتاعنا حافل بالجمال وحافل بالنسب السليمة والذوق السليم. الأزمة الكبيرة التي تعصف بالعالم العربي الآن وتعصف بالأجيال الجديدة في مصر تحديدا هي عدم الوعي بالجمال، تشوه الذوق، لأن البيئات اللي بتعيش في ذوق غير سليم وتنشأ عليه بتستنكف الذوق السليم، بتراه شيء غريب. ضروري يكون في أيضا أبواب أو برامج أو غيره مكثفة لنشر المعلومات والوعي في وسائل الإعلام. اسمح لي أنتقل سريعا في كلمة أخيرة للأستاذ شهاب قواسمي الفنان التشكيلي وعضو مؤسسة تراثنا، عن كلمة أخيرة عن التراث وأهمية الحفاظ عليه. مثل ما أنهت الدكتور عفاف بالنسبة مثلا عندنا أمثلة كثيرة من التراث الفلسطيني، سرق التراث الفلسطيني، زي الفلسطيني اللي احنا بنتمجد فيه ونفتخر فيه في جميع أنحاء العالم، مأكولات الشعبية مثل الحمص والفلافل والتبولة والكنافة والحلويات صارت للأسف تروج للسائحين اللي بزوروا فلسطين على أنها أساس إنها مأكولات إسرائيلية وما إلى ذلك. فكيف احنا نحارب هذا الإشي؟ عن طريق الوعي مثل ما ذكر الزملاء، عن طريق البيت أولا، المدارس ثانيا، نشر هذا الوعي والمحافظة على التراث من خلال إصدار نشرات توعوية وما إلى ذلك لطلاب المدارس تكون مجانية أيضا. كلمة أخيرة دكتور طارق. الحقيقة أنا عاوز يعني ككلمة أخيرة عاوز ألفت نظر السادة المستمعين إلى أن مصر بأثرها الغنية وتاريخها الكبير لم يوضع من أثرها على قائمة التراث العالمي سوى 6 مناطق أثرية فقط، وده يعني ينبغي أن يوضع عليه علامة استفهام كبيرة. لابد أن يعني يصل إلى الناس إلى أن مصر بكل هذا التاريخ العريق وثلث أثار العالم لابد أن يكون فعلا ليها أكثر من كده بكتير. ده مش هيتحقق إلا بتضافر الجهود سواء مؤسسات تراثنا أو سواء مؤسسات عربية أخرى. لابد أن يتم تفعيل أدوار المؤسسات المختلفة مع الدول. شكرا جزيلا. وكما أشرنا في هذه الندوة أهمية دور الفرد، دور الأسرة، دور المؤسسات، دور الجامعات والمدارس والحكومات، هو دور تكاملي. علينا أن لا نستصغر دور أي حد فينا، احنا كلنا بنتكامل من أجل الحفاظ على هذا الإرث وتوريثه للأجيال القادمة. أشكر ضيوفي في الاستوديو الأستاذ الدكتور طارق نازل، وهو العميد السابق لكلية الدراسات العليا للبردي وأستاذ الترميم بجامعة عين شمس. أشكر الأستاذ شهاب قواسمي الفنان التشكيلي المهتم بتوثيق التراث المقدسي، وهو عضو مؤسسة تراثنا التي مقرها في الجزائر وتهتم بالتراث العربي. وكل ضيوفنا أعضاء في هذه المؤسسة وخبراء فيها، الكاتب الصحفي الأستاذ محمود التميمي مؤسس مشروع القاهرة عنواني، الأستاذة الدكتورة عفاف بدران مؤسسة مركز درب اللبانة للتصميم والعمارة والفنون والثقافة، وكان معنا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد الحافظ أستاذ الأدب الشعبي في أكاديمية الفنون، خبير التراث الثقافي غير المادي في معهد الشارقة للتراث، والدكتور مصطفى جاد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية في أكاديمية الفنون. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. تليفون وميكروفون و400 مليون. الإعداد والتقديم عبد الرحمن البسيوني. الهندسة الإذاعية داليا مكاوي. تليفون وميكروفون. الإخراج هاني فؤاد.
وسط عالم يموج بكل جديد وتتأثر جنباته بكل حدث هنا أو هناك، وبين السياسة وتأثيراتها والأزمات الاقتصادية وانعكاساتها، نحن معكم على الدوام في بانوراما إخبارية على مدار اليوم، ومع العربي صباح مساء نراقب ونقدم الأخبار كما يجب أن تكون في جميع البرامج السياسية عبر موجاتنا موجات. صوت العرب من القاهرة. الساعة الآن 3:30. صوت العرب على هذه الموجات الـFM 106.3 في القاهرة الكبرى، 94.3 في الإسكندرية، 93.1 في المحلة الكبرى، 101.5 في بورسعيد، 91.2 في السويس، على القمر الصناعي نايلسات بتردد 11766 ميجا هرتز، على هوتبيرد بتردد 12654 ميجا هرتز، على موقعنا الرسمي على شبكة الإنترنت www.maspiro.eg. صوت العرب، إذاعة كل العرب. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت العرب من القاهرة لحضراتكم التحية، وهذه عناوين الأخبار نتبعها حلقة من برنامج حوار مع مستمعين.